قيادة الطائرة مهنة لا تزال تعتبر حكرا على الرجال، وقلة من النساء اختارت خوض غمار هذه التجربة. في لبنان هي السيدة الأولى والمرأة الوحيدة التي اختارت هذا التحدي وهذه المغامرة، وبعد 15 عاما على مزاولة المهنة كمساعد طيار هي اليوم ربان هذه الطائرة. رولا حطيت، من وين كانت البداية؟ بتعرفي كل الناس بفكروا انه انا كان حلم عندي اعمل طيران. اكيد ما كان حلم، يعني انا وصغيري ولا مرة كنت فكر انه بدي اعمل طيار. كلها صارت تحدي، يعني كيف بلشت القصة، حدا تحداني وكنت عم بدرس رياضيات بالجامعة وهيدي كانت البداية. وين درستي قيادة الطائرة؟ أخذت أول شهادة من سكوتلند، بعدين رحت على فرانكفورت وتخصصت على أول طيارة اللي كان بوينغ 707، رجعت بعدين رحت على تولوز وتخصصت على الإيرباص اللي هلأ قاعدين عليها نحن. أول ما قعدت على هيدي الكرسي تحديداً، شو كان شعورك؟ يمكن حسيت شوي أكيد بالاعتزاز، إنه قدرت أخيراً. كل واحد بيعمل طيار آخرتها حلمه يعمل كابتن. بقى كتير انبسطت إنه وصلت للي كان حلمي أعمله آخر شيء، مش حلم الطفولة بس إنه حلم من وقت اللي بلشت تطير. إذا غير نساء فكروا أو حابين يعملوا نفس الشيء، شو هي التحديات اليوم؟ تحديات مش إنه تحديات غير عن بقية الوظائف. يعني أنا برأيي إذا أنا قدرت أعملها كل البنات فيها تعملها. بالنهاية صارت كل الوظائف البنات كلها تعلمت، وكل البنات يعني صار مثلهم مثل الرجال. التحدي هي الوحدة يكون بينها وبين حالها، إنه هي تقرر تاخد هالطريق وتقرر تعمل طيار، بس مش إنه شيء صعب كتير وشيء مثل ما بيقولوا حكر على الرجال. مش مزبوط هذا الحكي. طيب شو بتتذكري مثلا من أول بداياتك، مثلا تعليقات أو ملاحظات مثلا من كابتنية رجال؟ شو بتتذكري؟ بتحسي إنه حدا ضايقك شوي؟ كنت حس حالي وحيدة في كتير فترات، حس إنه ما فيك تحكي مع حدا. يعني إذا بدك تحكي مع المضيفات غير دومين، وإذا بدك تحكي مع الكابتنية هن رجال. بقى في كتير 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 لحظات كنت حس حالي عن جد لوحدي. بعدين حتى رجال مواضيعهم يعني ما فيك تضلك عايشة بعالم رجال كل الوقت، وما في حدا معك تخبري شو مشاكلك شو قصصك. بس هلأ كتير تأقلمت، خلص تعودت. كأم وكزوجة اليوم شو التحديات قدامك؟ قدي بتحسي صعبة؟ هل عم بتقصري بمحل ما؟ أنا جوزي كتير واقف حدي، كتير 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 ساعدني وكتير واقف حدي، ولو ما هيك أنا عن جد ما كنت قدرت أعمل اللي عملته. غير أنه عملت طيران، رجعت على الجامعة، خلصت البي اس تبعي، رجعت كمان هلأ بعمل ماسترز. عن جد لو ما جوزي متحمل كتير معي ما قدرت. يعني كرمال هيك أنا بقول لهم لما بيقولوا لي شو بتوجهي كلمة للنساء، دائما بقول لهم أنا كلمتي مش للنساء، للرجال. لأنه إذا الرجال هن آمنوا بالنساء وهن وقفوا حدهم ساعدون بيوصلوا. النساء ما بدهم غير إنه حدا يقول لهم فيكم تعملوا هالشي وبيمشوا لحالهم. غير هيك الحياة العائلية شوي صعبة، بس مش عم بقول لك لأنه جوزي ولأنه نحن بلبنان مجتمع شرقي، بعد الأهل والعائلة كلها حواليك، يعني فيك تضل في حدا تأمني تترك أولادك وتسافري معه. في خبرية عن ستك أنا سمعتها، شو حقيقة هالخبرية؟ أنا ستي لهلأ بعدها ما بمصدقها إنه أنا عملت كابتن، بعدها لهلأ مقتنعة إنه أنا مضيفة. قد ما قلنا لها بترجع بتروح تسألني شو درستي اللي عملتي مضيفة؟ مصرة. شو هو المسج اللي بدك تقدميه للنسوان؟ شو الرسالة اللي بتحبي تعطيهم إياها؟ عن جد يا ريت بيرجعوا بنات بيقدموا، عن جد أنا بزعل. بتعرف بيقولوا لك إنه إيه البنت الوحيدة، كلهم بفكروا إنه إيه أنا شيء كتير مبسوطة فيه إنه لوحدة، بس أنا بقول لهم دائما هاي معناتها إذا ما إجا بنات تانيين كأنه أنا فشلت، لأنه بالنهاية بتجربي بشغلة، إذا ما زبطت ما بترجعي بتاخدي أكتر. بعتبر أنا لإلي إذا ما فات بنات أكتر عن جد أنا ما قدرت حقق شو لازم حقق. مزبوط. بقى عن جد بتمنى إنه بناتي يقدموا ونصير أكتر، على الأقل بصير فينا نطالب بمطالب غير بلا كرافات مثلا. شو بتتطلب نفسيا وعاطفيا هيدي المهنة؟ هيدا المشكل، إنه المرأة تعتبر عاطفية أكتر من الرجال. عن جد هيدا الشيء الوحيد. يعني في أحيان بلحظات بتحس المرأة حالة إنه بتضعف، خاصة إذا بيقولوا لك حدا مريض، حدا عم بيموت، حدا هيك. بحس يمكن الرجال، يمكن ما بعرف الرجال شو بحس، بس بتحسي إنه إيه بتضعفي، بتحسي إنه في هيك. بس المنيح إنه نحن كل ست أشهر بنعمل امتحانات وتدريب من أول وجديد، يعني بيدربونا على كل هالقصص. طالما في تدريب بس يكون واحد واثق من تدريبه ومن هو شو بيقدر يعمل، بيرتاح وبيوثق أكتر، وبتصير ساعتها العقل يسيطر أكتر على العاطفة. بس أكيد في عاطفة بالمرأة أكتر من الرجال. شكرا لك رولا، انت حضرتك بعدك واصله على المطار، يعني من رحله من دبي. مرسي لك على هالمقابله الخاصه على متن الطياره، وبنتمنى لك كل التوفيق. ثانك يو للتلفزيون الحره، ويعطيكم الف عافيه. ثانكس. وفي بدايه